Good morning. Today is Sunday, 10th of May. اليوم راح نكمل يا أول الريفيو 8, 9 and 10 لأنهم خلصنا إحنا الكتاب. هلا هدول التمارين اللي في الريفيوز مهمين لأنهم تقريبا نفس الامتحان الفاينل تمارينهم. Number A, look and circle. أول إشي بنتفرج على البيكتشر بعدين نحط دائرة على الجزء اللي موجود عندنا من our body. Number one, this is a this arm, okay? Leg, head, arm. أي كلمة بنحط عليها circle هي كلمة arm. Number two, eye, leg, nose. وبالسهم بشير للleg بنحط معناته circle على كلمة leg. This is head, بشير على الhead. Head, nose, leg. مكتوب three words بنختار head. Number four, this is eye ولا head. I arm I head المكتوبين ثلاث كلمات هي I number five nose arm I nose حطينا عليها circle number B look and write عم بحكي لك raise your وبأشر لك على ايش arm raise your arm number two touch your nose touch your نوز مأشرين له أو حطلنا هو صورة نوز عشان هيك هون من نكتب إحنا كلمة نوز number three close your شو هي الصورة هاي eye close your eye close your eye number four touch your sorry number four touch your head touch your head عم بأشر على الهيد معناته touch your head الفراغ اللي بدنا نكتب فيه نكتب فيه كلمة head هلا نمبر سي سيركل سوري ريد اند ماتش بدنا نقرا ونوصل مع ايش مع البيكتشر نمبر 1 بند ماي ني وبدي اياكم كمان تركزوا في هاي التمرين على كلمه بند هلا بند شو اشي مثلا ممكن احنا نتنيه في جسمنا معقول احكي بند ماي اي مثلا غلط بند ماي ماوث غلط شو هو الجزء اللي بنتنا من جسمي ني إذا bend my knee كلمة knee هي مربوطة مع كلمة bend bend my knee which picture one ولا two ولا three لا two هاي هالبنت اللي عاملة تانية ركبتها number two touch my head هلأ touch بتزبط مع كل شيء touch my head touch my eye touch my nose touch my mouth touch my hand بتزبط مع أي شيء معناته which picture هيها one two three this is three هيها عن المس عم تحكي للبوي إنه touch my head. Number three, raise your hand. هلا كمان كلمة raise بدي اياك تنتبه لها. هلا raise معناها ارفع. هلا شو اشي ممكن احنا نرفعه؟ ممكن ارفع احكي raise my eye غلط. Raise my nose غلط ما بتزبطش اصلا. Raise my hand, raise my finger, raise my leg ممكن تزبط. إذا بدك تفهم إنه في كلمات محدودة مربوطة مع كلمة raise. Hand أو finger أو leg. اوكي اذا معناته raise my your hand هيها picture number 1 هيك حلينا 72 نيجي ل 73 look and circle وهذا التمرين نفسه انا جايب لكم اياه برضه look and circle open your mouth ولا close your eyes شو عم بحكي له هو عم بحكي له هي شايفينه فاتح تمه معناته open your mouth هي الجملة الصحيحة بنحط عليها circle number two هون المس حكت لهذا البوي raise your hand ولا touch your head هو مش لامس راسه معناته حكت له raise your hand هاي شايفينها رافع ايده هو معناته raise your hand number e what letter does it begin with listen and write بدنا نحط اتك عند اللتر اللي بتبدا فيه كل صوره من هدول طبعا لازم نكتب الكلمات عشان نعرف شو الحرف الاول من كل كلمه هلا this is soup soup s or s لا s بحط اتك عند s هاي هم حلنا اياها number 2 sack sack معناها حقيبه كيس مغلف هلا بنحط الحرف الاول منها s معناته بنحط اتك عند الاس Number three, this is a zoo. حديقة الحيوانات zoo. تبدأ بحرف الإز. معناته منحط التك عند الإز تحت. This is a spoon. ملعقة معناها spoon. بتبدأ بحرف الإس منحط التك عند الإس. This is a zebra. زيبرا بتبدأ بإز. معناته منحط التك عند الإز. And this is a zipper. زيبر بتبدأ بإز. منحط التك عند الإز. Number F, look and write. This is
زني زني. This is a sock. This is a zebra. And this is a zipper. بتكتب الكلمات تحت الصور. طبعا هلا احنا في الامتحان حيجيك اختيار من متعدد. مثلا حط لك انا صورة زني وكاتب لك تحتيها ثلاث كلمات. بدك تختار زني ولا زيبرا ولا زيبر. اوكي. نيجي لنمبر جي. Read and choose. Number one. The. عم بيحكي لك عن هاي هو. The sock ولا sun. This is sun. The sun is over. Over معناها فوق. The شو هذا؟ هذا sea. The sun is over the sea. Okay. إذا منحط كلمة sea عليها circle منحط كلمة sun عليها circle. Number two. The sun ولا zebra. عم يحكي لك عن هذا. The zebra is in the sea ولا zoo. فيش صورة sea أصلا. فيش sea عندي. هي in the zoo في حديقة الحيوانات. منحط سيركل على zoo بتصير الجملة كاملة. The zebra is in the zoo. وهيك منكون حلينا review 8. Good luck my students.